أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا إلى مركز العلوم والحكمة Remote Study. Welcome to 59th part of our lesson series from the book titled Daily Tahfiz Booklet. I am Mudaris Sulaiman Ali. Happy listening. We are now in Surah Zalzala. Surah Zalzala. Surah Zalzala is Makiyya. Makiyya, a Meccan surah. Rukmuha. Rukmuha, the number of the surah from the Noble Quran. التاسئ وتسئون التاسئ وتسئون chapter 99 سورة الزلزلة is chapter 99 of the Noble Quran آياتها آياتها it verses the number of it verses ثماني ثماني there are eight verses in سورة الزلزلة. In this part of the lessons we are going to learn how to recite Surah Zalzala from verse 1 to verse 5. Learning to recite Surah Zalzala. Surah Zalzala. Tertibuha. Tertibuha. That is still talking about the number of the surah from the Noble Quran. التاسئ وتسئون التاسئ وتسئون it is chapter 99 آياتها آياتها that is still talking about the number of the verses in Surah Zalzala. And now we can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Reading from here. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ أَرْضُ أَرْضُ not أَرْضُ not أَرْضُ أَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زلزلت الأرض زلزالها verse 2 وأخرجت ال this your T you connect it with this لام سكون تل أرض أثقالها 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 وأخرجت ال أرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها verse 3 وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال إنسان ما لها verse 4 يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها verse 5 بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها. Now I'm going to read the verses again as an expert.
try as much as you can to identify the letters while I'm reading. Listen attentively and never get distracted. Now we can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'll read it from here. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Verse 2. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. Verse 3. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. Verse 4. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. Verse 5. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. Now I'm going to read the verses for the last time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. Kindly like the video, share it, and hit the subscribe button below. مع السلامة وإلى اللقاء آخر.